شبابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا أخذنا بالمحاضرة السابقة أمينو أسيد ووصلنا للكلاسيفيكيشن مالته. هنا وصلنا بمحاضرتنا اليوم إلى المابل سيراب يورين ديزيز. خلينا نشوف شنو هو المابل سيراب يورين ديزيز. degradation of branch chain amino acid involve the branch chain alpha keto acid dehydrogenase PCKDH. هنا يقول لك تحطم الى السلسله تفرعات الامينو اسيد، تفرعات السلسله مالت الامينو اسيد راح يتطلب يتضمن لنا شنو. هنا عندنا branch chain of alpha keto acid dehydrogenase. A deficiency of this complex، اذا كان نقصان عندنا بهذا الكومبلكس ال PCKDH lead to build up of the branch chain amino acid. يعني شنو يؤدينا الى بناء branch chain، يعني سلسلة متفرعة من amino acid leucine, isoleucine, valine and their toxic byproduct in the body. هنا راح يصير سمية بواسطة نواتج بالدم and urine giving condition name maple syrup urine disease. اوكي، فعرفنا هو شنو المابل سيراب يورين ديزيز. هسه نرجع نعلم الستاندرد امينو اسيد. الستاندرد امينو اسيد عرفنا 300 امينو اسيد، ولكن 22 فورم شكل هو اللي هو الناتشرال مالتنا. ار اول فورم اول بروتين ان بلانتس اس ويل اس انيمال. هيومن كان برودوس 10 اوف ذا 20 امينو اسيد. اللي هنا الهيومن راح ينتج لنا 10 من ال 20 امينو اسيد. ذا اذر موست بي سبلايد ان ذا فود، والباقيات راح ناخذها من الغذاء. فيلر تو اوبتين انف اوف ايفن وان ذا اسينشال امينو اسيد ذوز ذات كان نوت بي ميك ريزلت ديجريديشن اوف بودي بروتين. اذا كان واحد نقص من هاي ال 22 راح يؤدي الى شنو تحطم، يعني ما راح يصير عندنا تكوين البروتينات، جسم احد البروتينات فادينا الى خلل بالجسم. هسه نيوتريشنال كلاسيفيكيشن. according to the classification based on nutrition they are divided into three types. هنا راح يدينا الى تقسيم ثلاث انواع اعتمادا على من على التغذيه. اولا one essential amino acid those that we cannot make result in degradation of body protein. ما راح essential اللي هي موجودة بالجسم ما راح نقدر نسويها. هنا يقول لك ما راح يقدر يسويها وادينا الى تحطم بروتينات الجسم. اثنين conditional amino acid، اكو amino acid تأتي حسب الظروف. و non essential amino acid non essential amino acid. هسه هنا essential amino acid there are now the amino acid that are to be supplied enough through diet. هنا عندنا amino acid اللي راح ناخذها called essential amino acid. هنا اللي راح نسميها عفوا هناك اختلاف بالمعلومة بهذا السلايد. هنا السبلاي مين راح ناخذها من الدايت يسموه essential amino acid that cannot be produced by the body، ما راح تنتج بواسطة الجسم. اوكي، the essential amino acid شنو هي؟ الفالين، ليوسين، ايزوليوسين، لايسين، ميثيونين، فينول الينين، ثريونين اند تريبتوفان. هسه النون essential amino acid، the amino acid can be synthesized by the body called non-essential. هسه عرفنا الاسينشال اللي هي راح تأتي من الغذاء، والنون اسينشال الغير اساسيه اللي هي الجسم ينتجها. اوكي، تصحيحا للمعلومه اللي بالسلايد السابق قبل السابق، مثل ما الجلايسين، الينين، سيرين، سيستين، اسبارتيك اسيد، جلوتاميك اسيد، ارجين، اسبارجين، جلوتامين اند برولين. conditional essential non essential only in the certain case. هنا شنو يعني تكون اساسيه في معظم الحالات. some amino acid like arginine histidine are grow promoting factor. هنا هي شنو عوامل
نمو محفزة that are not synthesized in sufficient amount، لأنها ما راح تنتج تصنع بكميات كافية sufficient amount during growth، ما راح تصنع بكميات كافية أثناء النمو. So essential in growing children، أساسي في نمو الأطفال pregnancy and lactation، وهي تكون أساسية في نمو الأطفال والحمل والرضاعة. Tyrosine is produced from phenylalanine. So if the diet is deficient in phenylalanine, tyrosine will be required as well. يعني tyrosine من ينتج produced من الفينيلالانين. إذا الغذاء كان قليل بالفينيلالانين، إذا tyrosine لازم يحتاج بعد. هنا أنا هذا الجدول يعني حتى تتابعون شنو المعلومات الموجودة. ايضا هذا اللي هو الـ essential و non essential amino acid. هسه non standard amino acid، الـ amino acid غير قياسية او غير اساسية. aside from 22 standard amino acid، there are many other amino acids that called non-proteogenic or non-standard. يعني اكو احنا قلنا 22 اساسيات ستاندرد اوكي اللي احنا نثبت عليها، ولكن اكو اخرى غير يعني غير هذين الامينو اسيد بس يسموها شنو non-proteogenic، مو يعني هذا او non-standard اوكي. those either not found in protein، اما تكون غير موجودة بالبروتين. For example, carnitine, GABA are not produced directly and in isolation by standard cellular machinery، أو ما راح تنتج مباشرة أو عزل من الستاندرد خلوي، مثل من الهيدروكسيبرولين and سيلينوميثيونين. يعني عندنا 22 ستاندرد والباقيات احنا قلنا 300، 22 اساسيات ستاندرد وال300 الباقي هي نون ستاندرد. نون ستاندرد امينو اسيد ذات ار فاوند بروتين، وين موجوده بالبروتينات، ار فاوند باي، يعني هنا يقول لك ايضا هم موجوده بقسم البروتينات. وتكون بواسطه شنو هو بوست ترانسليشنال موديفيكيشن، يعني ما هاي عمليه which is modification after translation during protein، عملية تحويل يعني بعد ما يصير تحويل المن اثناء after translation during protein synthesis. يعني هنا اثناء التحويل تحور اثناء التحويل بالتحويل اثناء صنع البروتين. This modification are often essential for function on or regulation of a protein. يعني هنا يقول لك هذا التحوير راح يصير أساسي الوظيفة والتنظيم مات البروتين. Example: carboxylation of glutamate allowed of better binding. يعني هنا هذا عملية carboxylation مات glutamate راح تسمح لنا better binding، ارتباط أفضل للكالسيوم كاشنز. and the hydroxylation of proline is critical for maintaining connective tissue. هاي راح يصير افضل، هاي العمليات افضل بوجود شنو الموديفيكيشن راح يصير اثناء الترانسليشن بالترانسليشن اللي راح يصير اثناء عمليه صنع البروتين. some non standard amino acid are not found in protein، بعضهم ما موجودات بالبروتين، مثل من اللانثونين والتو امينو ايزوبيوتريك اسيد ديهايدروالانين اند نيورو ترانسميتر جاما امينو بيوتريك اسيد. نون ستاندرد امينو اسيد اوفن اكر، هذني الامثلة خاصة بالامينو اسيد اللي ما راح تدخل في عملية التكوين، ما موجودة بالبروتينات. زين نون ستاندرد امينو اسيد اكر ان انترميديتس ان ميتابوليك باث واي، ايضا راح يصير كعامل ثانوي انترميديت او انتقالي
وين بعمليات الأيضية for standard amino acid. يعني هنا مثلا هسه نون ستاندرد راح يصير انترميديت وين بالميتابوليك باث واي المن الستاندرد امينو اسيد مثل ما الاورنيثين والسترولين اكثر وين باليوريا سايكل راح يصير باليوريا سايكل مثلا بارت اوف امينو اسيد كاتابوليزم جزء من تحطيم الامينو اسيد. فعرفنا قسم من عندها مو اساسيه مو موجوده بالبروتين وقسم من الهاي نو ستاندرد راح يصير كعامل انتقالي المن بميتابوليك باث واي للستاندرد امينو اسيد مثل ما عندنا الاورنيثين الاورنيثين اند سترولين راح يحدث وين باليوريا سايكل بارت من الامينو اسيد كاتابوليزم. رير اكسبشن to dominance of alpha amino acid in biological and beta amino acid beta alanine which is used in plant microorganism synthesis pantothenic acid and component of coenzyme A. ذني استثناءات نادرة الحدوث اوكي للالفا امينو اسيد بالحالة البيولوجية. هسه عندنا الزويترون الايون المشترك the amine and carboxylic acid functional group. هسه احنا عرفنا الامين جروب والكربوكسيليك اسيد هي الفانكشنال جروب المن فاوند الامينو اسيد allow them to have amphiprotic properties خصائص amphiprotic properties. هاي الكربوكسيليك اسيد جروب CO2H can be deprotonated to become negative carboxylate CO2 يعني راح تعطينا بروتون واحد حتى يصير نيجاتيف هنكون بالشحنة السالبة and alpha amino acid group NH2 كان protonated راح تكسب شحنة تصير positive alpha ammonium group NH4. يعني هاي العملية الايون مزدوج واحد يعطي واحد ياخذ حتى تصير اختلاف بالشحنة يسموها amphiprotic properties. الزويترون both of NH2 and COOH group in amino acid undergo ionization in water راح اين وين بالماء at physiological pH 7.4 الزويترون form both positive and negative charge overall neutral amphiprotic amino group is protonated. هنا يقول لك amino group راح يصير protonated تكسب شحنة و الكربوكسي جروب اس دي بروتينيتد سوليبل ان ووتر سولفنت راح يصير ذاب وين بالمذيبات القطبيه ديو تو ايونيك كاركتر بها خصائص ايونيه ستراكشر ار ار انفلونسربلتي هنا تركيب الار راح هو شنو ذائب يتاثر بالذابه. هسه هنا عندنا النون ايونيك اللي هو زويترون هنا النون ايونيك فورم الشكل اللي هو عرفنا ال NH و CWO هنا عندنا هاي ال H شباب موجودة اللي هنا هاي ال H موجودة وهنا عندنا H2 اوكي محسوبي زويترون عرفنا احنا ال سيد الكربوكسيليك راح يفقد اللي يصير دي بروتينيتد راح يفقد ال H الموجودة وهنا راح يكتسب H فراح يصير زويترونيك فورم. هسه هنا acid base properties خصائص الحامضية والقاعدية amino acid have multiple pKa due to multiple ionizable group. يعني هنا راح يصير نتيجة اكو اختلاف تكرار بالجروبات المتعينة at pH value greater than the pH greater than the pKa of carboxylic acid group يعني بال pH value راح يصير greater تضخم وين اكبر من ال pKa
of the carboxylic group mean for 20 common amino acids about 0.2. The negative carboxylic ion predominate. At pH value, lower استحنانا بال pH value إذا كانت أكبر من ال pKa اللي هي مالت الكربوكسيليك راح يصير negative carboxylic يصير. Okay. At pH value lower than pKa اللي هو mean 20 common amino alpha amino acid at become 9.7. The nitrogen is predominant protonated as now راح يصير nitrogen شنو protonated راح يصير بدنا يصير a positive charge alpha monohemoglobin. هنا شو راح يصير؟ راح يكتسب الجروب ال تصير بروتينيتد ال H بالنيتروجين فراح يصير عندنا شنو هو بوزيتيف تشارج. below pH 2.2 the predominant form will have neutral carboxylic acid group and positive of amino ammonium ion net charge positive 1 above 9.4 negative carboxylic acid هذا النت شارج ناقص 1 يعني بال اذا كان هنا ما يحصل بلو بي اتش 2.2 النت شارج راح تكون بوزيتيف 1 ليش لان عندنا كربوكسيليك اسيد راح يكون شنو نيجاتيف شارج واللي هنا يصير عندنا بوزيتيف شارج المن لل ها يصير عندنا كربوكسيليك اسيد طبيعي والامونيوم راح يكتسب بوزيتيف شارج الفا زين بينما بالابوف اس نيجاتيف كاربوكسيليت والنيوترال نا طبيعي اللي هو الفا ماينو جروب اوكي يعني شباب بس انتبهوا لها يصير عندنا هنا بلو بي اتش 2.2 هنا يصير طبيعي الكاربوكسيليك اسيد ولكن بوزيتيف الفا امونيوم ايون راح يصير نت شارج بلس 1 من البي اتش يكون ارتفاع اكثر من 9.4 راح يصير نيجاتيف كربوكسيليت وان الامينو جروب طبيعيه زين فيصير نت شارج ناقص 1 ماينس 1 زين ثس ات بي اتش بتوين 2.294 بيناتهم the predominant form adopted by الفا امينو اسيد contain نيجاتيف كربوكسيليت and positive الفا امونيوم so has not zero charge has net zero charge يعني هنا ما بيناتهن راح يكون ادوبت باي الفا امينو جروب وكونتين شنو راح يحتوي هنا راح يحتوي نيجاتيف كاربوكسيليت ويعني اذا كانت الشحنه ما بين البي اتش بتوين 2.2 و 9.4 هنا راح يصير شنو هذا نيجاتيف كاربوكسيليت وبوزيتيف الفا امونيوم جروب فهنا ايش راح يصير النت تشارج راح تكون زيرو this molecular state known as zweitron هنا راح يصير عندنا الزويترون ايون المزدوج اوكي from german zweiter ايه هنا هسه عرفنا هنا شنو هاي الحاله يعني يصير شنو هنا عندنا زويترون صفر النت تشارج يعني هنا عندنا الفا كربوكسيليك وكربوكسيليك يعني نيجاتيف احنا عندنا نيجاتيف كاربوكسيليت وبوزيتيف امونيوم الفا امونيوم جروب هنا النت تشارج راح يصير صفر اوكي مثل ما شفنا بهذا المخطط اللي امام حضراتكم هذا هنا النت تشارج جيت زيرو هاي ايضا مخططات خاصه بهذا هسه جينا للايزوميرزم of the standard alpha amino acid all but glycine can exist in either two optical isomers يعني راح يصير عندنا وجه مشابه يعني مثل المرآة اوكي شباب فهنا كل امينو اسيد الفا امينو اسيد ستاندرد 22 all but glycine فقط الجلايسين can exist either of two optical isomers راح يصير عندنا isomers متشابه اوبتيكال متماثل called al levo or dextro amino acid al او d amino acid which are mirror image يعني هنا مرآة يكون له صورة مرآة of each other while levo amino acid represent all of the amino acid found in the protein هنا يقول لك levo هو اللي راح موجود مش يشمل
كل الامينو اسيد موجود بالبروتين during translation in the ribosome. اثناء عمليه الترانسليشن راح يصير اثناء الريبوسوم. الديكسترا امينو اسيد ار فاوند ان سم بروتين برودوس باي بوست ترانزيشن موديفيكيشن. هنا هسه الديكسترا الدي امينو اسيد راح موجود وين؟ بعض البروتينات الناتجه من تحوير اللي راح يصير بوست ترانزيشنال بعد التكوين. اوكي موديفيكيشن. They are also bonded component for polypeptidoglycan cell wall of bacteria and D-serine may act as neurotransmitter in the brain. مثلا D-serine ماتي أيضا موجود يشتغل على نواقل العصبية بالبرين. Stereoisomerism. Stereoisomers are isomeric molecule that have same molecular formula. يعني هنا هو يحتوي على السيم موليكولار فورمولا نفس التركيب الجزيئي اند سيكونس وايضا نفس السيكونس التركيب اوف بوندد اتوم كونستوينت او محتوياتها but differ only in the three dimensional orientation of their atoms in the space. هنا راح يصير اختلاف بالتركيب الثلاثي مالتها. The contrast with structural isomers which share the same molecular form but the bond concentration and or their order differ between different atom groups. نانا enantiomers are stereoisomerism that are related to each other by reflection. نانا يصير انعكاس mirror image but not super impossible. هذا الليفو وهنا الديكسترو امينو اسيد مرأة كل واحد ليفو امينو اسيد سايد تشين isoelectric point. هنا هسه عرفنا وصلنا للايزوالكتريك بوينت at pH value between the 2 pKa pKa value the sweet ron predominant but coexist in dynamic equilibrium with small amount of net negative and net positive ion. Now pH value ما بين 2 pKa value the sweet ron predominant but coexist in dynamic equilibrium with small amount. Now it's a dynamic equilibrium. Now it's a with small amount كميات قليلة من النت نيجاتيف والنت بوزيتيف ايون. الشحنات اللي تيجي من النت نيجاتيف والنت بوزيتيف ايونات at the exact midpoint between 2 pKa value. The trace amount of net negative and trace of net positive ion exactly balanced. هيكون توازي. So the average net charge of all atoms present in the at zero. This pH is known as isoelectric point. شباب يعني هنا أنا قصدي هاي is isoelectric point اللي هي خاصة بالpH راح يصير ال net charge zero. net charge zero شنو يعني؟ اكو negative و positive charge in the same amino acid. اوكي فهي يسمونها pH isoelectric point. individual amino acid all have slightly different pKa value so have different isoelectric point. يعني اذا اكو amino acid تحتوي اختلاف بال pKa value ايضا اكو اختلاف ب electric isoelectric point. for amino acid with charged side chain pKa side chain is involved. المهم اذا اكو اختلاف بال pKa value اكو اختلاف بال isoelectric point. amino acid have هنا شباب ال sweet ron have minimum solubility at يعني نقول لك ذوبانية قليلة at isoelectric point and some amino acid يعني زين
particular with non-polar side chain, can be isolated by precipitation from water. احنا ننزلها بواسطة شلون ترسيب بالماء بواسطة ترسيب precipitation from water by adjusting the pH to the required isoelectric point بالضافة. فهاي الأمور خاصة بال الايزوالكتريك والزويترون وعلاقتهما. هسه الفانكشن اكو نون بروتين فانكشن واكو بروتين فانكشن. In human, non-protein amino acid all also have important roles in metabolic intermediates such as biosynthesis of neurotransmitter gamma amino butyric acid. Many amino acid are used to synthesize other molecule. معظم الامينو اسيد تستعمل بصناعة اجزاءات اخرى. For example, tryptophan precursor for neurotransmitter serotonin. يعني هنا التريبتوفان هو مادة اساسية لنواقع عصبية السيروتونين. التيروسين precursor neurotransmitter دوبامين. والجلايسين precursor of porphyrin such as heme. Arginine precursor nitric oxide, arginine, وaspartate glycine precursor nucleotide, والphenylalanine precursor various phenyl propanoid, which is important plant metabolism. It's an protein function, enzymes, catalytic protein, lactase, ribonuclease, pyruvate dehydrogenase, fumarase, proteinase, structural protein, collagenase, regulatory or hormonal protein, insulin, adrenaline, transport protein, hemoglobin, myoglobin, وأيضا الأمينو جينتك protein, nuclear protein. هذني البروتين فانكشن وظائف البروتين اللي هي خاصة متعلقة بالبروتين. إلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لحسن استماعكم وتحياتي لكم.